اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيتكم مع هذه الوصفه ديال الفقاس البلدي. كيف ما كنعرفوه في البلاد كيجي زوين، كيجي مقرمش، والا بغيتوا تعرفوا الاسرار باش كيجيكم هكايا وما يتلس لكم بقاو معنا في الفيديو من الاول حتى الاخر. وإلا جربتوا هذه الوصفه وعجباتكم وكنتم مقتنعين بها خليوها هنا عباره عن دير لايك ديالكم، واللي مازال ما مابونيش ابونا معنا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 5 البيضات ل 4 البيضات وزائد البيض ديال البيض خليته من العجينه، وواحد صفر ديال البيض ضفته هنايا مع قليل ديال نسكافيه اللي غادي ندهنوا به البودان ديالنا. عندي هنايا زلافه من الزيت، زلافه السكر، هادشي كيبقى هنا اختياري، يعني السكر على حساب الذوق. انا درت غادي ندير غير نص زلافه، الا كيعجبكم الحلاوه تقدروا ديروا زلافه كامله. عندي هنا زلافه ديال اللوز اللي فت وخليتها تقريبا واحد 4 حتى 5 السوايع في الماء زهر مرقده حتى شربت لنا داك الماء زهر كامل وتنفخ لنا اللوز. عندي ساشيه كبيره ديال الخماره ديال الكاطو. هنا عندي جوج مغارف، ثلاثه المغارف كبارين ديال الجنجلان، وجوج مغارف ديال الانسون والنافع اللي هنايا مخلطين. حب غنحتاج رشيشه ديال الملح، وغادي نجمع هذا الشيء بالطحين. الطحين غنحتاج تقريبا كيلو منه، يعني على حسب نوع البيض واش كبير واش صغير. نبداو على بركه الله في تحضير ديال الفقاس. كيعجبني نذوب الاول البيض ديالي مع نسكافيه، باش هكايا نسكافيه كتذوب على خاطرها وما تحتاجش عاد شويه ديال الماء. الا ما دابت لكمش نسكافيه في الساعه ولا نسيتو ما ذوبتوهاش في هذيك البيضه، تقدروا تضيفوا لها قطرات من الروح ديال اللوز ولا ما زهر، كتجي مزيانه حتى هي كتعاود تعطي واحد النكهه زينه. صافي كنخلط هذا الخليط الاول ونحطو في الثلاجه. نبداو على بركه الله رشيشه ديال الملح، وعندي هنايا البيض ديالي غنضيف له السكر والزيت، نخلطهم شويه مع بعضهم. المهم الفقاس البنات يعني غير زعمو عليه، راه ما فيش ناخذ بزاف تمارة بزاف او المرحلات بزاف، وتا القوة ما فيش بزاف. هنايا الا ما بغيتوش ديروا اللوز تقدروا ديروه بالفخويساك، راكم ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو في الاول كاع دارت لكم اختي بالفخويساك ودهناتو بالشيكولا. تقدروا ديروا التخاوي، تقدروا ديروا فيه الزبيب، تقدروا ديروا فيه هذا جنجلان بزاف. المهم اللوز كيبقى داكشي اختياري، بغيتي فقط الليغو ديال اللوز وما بغيتيش هكا ديري اللوز باش ما يعذبكش القصان، ديري الروح ديال اللوز او ديري اللوز بودغ، كلشي هادشي يعني كاين الحلول كثارين. انا بيني وبينكم كيعجبني من كانت لاقا داك المرصيه ديال اللوز في الفقاس ديالي كيعجبني بزاف بزاف. المهم هنايا عندي الجنجلان والزرارة ديالي، غنضيف له اللوز. اهم حاجه هنايا يعني الزيت خصها ما تبانش، الزيت في هذا الكاطو سواء ريشبون سواء هذا الكاطو هذا المهم الزيت خصها تخدم مزيان مع السكر والبيض. ثقوا بيا كيعطي واحد الفرق كبير للحلوه ديالنا، كتجي زوينه ما كتفرتش. صافي ونبداو نجمعوا على بركه الله بالدقيق. دائما كندير انا هكا كنخدم، هذه هي الخدمه ديالي اللي معتمده بها دائما ملي كنعقل. نخدم بايديا وكنخدم ملي ندير الطحين، كندير الاول شويه الطحين نحركو هنايا مزيان مع داك الساشيه ديال الخماره ديال الحلوه. صافي ومن الاول كنحاول ما امكن نعطي الماكسيم ديال الطحين ديالنا باش ماشي حتى نعجن العجينه ونعاود نتغلب، لا هكا من الاول نحاول نجمع العجينه ديالنا. غادي نجمعها دابا يا ونخليكم بلاتي نقول لكم واش شاطلي العجينه واش شاطلي الطحين عفوا او لا. هانتوما شاطلي على حساب جوج مغارف كبارين ديال الطحين اللي ما ضفتهمش، تلاقيت العجينه ديالي هذا هو
القوام اللي احتاجيتو اللي بغيتو. عندنا هنا العجينه دابا ديالنا ما خصهاش تبعنا، من دركو عليها هكايا خص يبقاو الحفرات ديال الاصابع ديالنا باينين فيها هكايا ياكم. ها هو القوام ديالها، ما تلصقش في الايدين. المهم هذا هو القوام اللي حبيت نوصل له من درك عليها هكايا، ما تبعناشكم. ها هما دابا قسمت الكويرات ديالي على ثلاثة، علاش البنات شحال ما قديتو الا عندكم الفران كبير او ولا اللطه كبيره فاش غادي تطيبوا، واخا ديروا غير جوج باش ما يبقاش عندكم داك التالي ديال العجينه بزاف. نفوت دابا نشكلوا ورا نحربلوا الفقس ديالنا، البودان ديالنا على هاد الشكل. البنات هنايا لاحظوا خدموا مزيان، خدموا بهادو الايدين ديالكم مزيان مزيان باش ما يبقاش بحال هكايا الهواء تكون في الوسط، فهمتوا؟ يعني دركوها مزيان بحال الشكل ديال المقروض. الا ديجا تفرجتوا الفيديو ديال المقروض انا شاركتها معكم، يعني تبتوا مزيان العجينه مع اللوز مع كل شيء. من كديروا هكا راكم كتحسوا بالهواء كيفاش كيخرج لكم من العجين. عاد تمشيو وتشكلوا البودان ديالكم على هذا الشكل هذا. فوالا راه هنايا الا خدمتوا يعني شويه بالاحساس غادي تحسوا فين كاين مازال الفراغ ديال الفراغ وفين العجينه جات كومباكت نيشان، خصها تجي كومباكت على حقها وطريقها. صافي هنا غادي تعطيو لها الشكل اكيد اللي حبيتوه نتوما، ودائما بالبريسيون يعني دائما بالضغط على العجينه باش مين نمشيو نقصوا الفقاس ديالنا ما يتكسر لناش. صافي البنات فوالا مت اشكال ديال الفقاس ديالنا. قلنا الا غادي نجيو دابايا ندهنوه بالقهوه وبيضه اللي كانت عندنا اللي خلطناها يعني من قبل. راه هاد العمليه ديال العجينه وديال التشكال ما كتاخذش الوقت بزاف، على داكشي فوتو ذوبوا داك القهوه ديالكم. هنا كيبقى عاوتاني داكشي اختياري، الا كيعجبكم ليغو ديال القهوه بزاف ديروا يعني كثروا بالقهوه، كنتو بغيتو ما ديروهاش كاع ديروا غير البيض، ولكن هي كتعطي الشكل زوين. وحتى في المذاق البنات ديك القهوه ما عرفتش علاش كتعطي واحد ليغو سبيسيال الفقاس ديالنا. فوالا غندهنها مزيان. كندهنهم كاملين ونفوتو باش نرشموهم ان شاء الله بالشكل ديالهم التقليدي. ها انتما دهنت دابايا البودان ديالنا، وغنجيو غير بالظهر ديال الفرونشيت ونجيو نشكلو الشرائط باش معروف الفقاس ديالنا. ايوا غير هكذا على هذا الشكل هذا نرشمو الفقاس ديالنا. فوالا دابا بالنسبه للطيابه البنات عندنا الفران على حسب 160 دوغري. صافي غير على المهل غادي يطيب لنا هذا الفقاس هذا 160 دوغري حتى 170 دوغري غادي نديرهم. يعني ما يلا دابا شعلت عليه، ماشي ضروري تشعلوه مزيان قبل ولا مده طويله قبل. يلا الفران عندي بدا غادي يسخن ليا، غادي نديرو دابا في الحراره في الوسط ديال الفران المده ديالش غادي نقول لكم تقريبا 35 مينوت 40 مينوت حتى نحس بالعجينه ديالي. غير نجي هي ما تحمرش خصها غير طيب، من نجي ندرك عليها هكايا بالاصابع ديالي ما تبقالناش الحفره ديال الصبع ديالنا باينه تماك. صافي البنات يلا خليكم معنا. فوالا البنات ها هو الفقاس ديالي او البودره ديال الفقاس ديالي صباح واجد على هذا الشكل هذا، حيدته به بهذا طابي سلفوريزي ديالو، درت له واحد المنديل تحت، غنزيد واحد طابي اخر ولا منديل ولا اللي عندكم واجد. انا غنخليه دابا غير هكا وغير في النده ديالو يصح ليا باش يجينا العمليه ديال البصل سهله. المهم ديروها البنات هذه الطريقه هذه
اللي ما عندهاش هكايا الطابكي الومنيوم تقدر دير منديل فازك ماشي مشكل، مي انا كيعجبني هكايا. وفوقاش كنعرف الكاطو ديالي واجد باش نقصو حتى كنحس به برد، واخا يعني الطابكي الومنيوم وكنحس به صافي برد، ديك الساعه كنفوتو ونشكلو الفقاس ديالنا باش نكملو له الطياب ديالو. المهم انا غنخليه دابا هكايا مينيموم 4 سوايع، الا ما كانش كاع الليله كامله ونتلاقاو من بعد حيت باش نكملوا الفقاس ديالنا. فوالا البنات انا جيت بديت كنقص في الفقاس ديالي، ها هو. المهم كنقصوا على هذا الشكل هذا غير بشويه عليها البنات، يا اما يكون عندكم الموس هكا كبير يا اما بحال هذا الموس هذا. فوالا شوفوا ام البنات، هذا كنت ديجا شاركته معكم في واحد الفيديو اللي الموس جاني هديه. غنخلي لكم الرابط ديال الشركه اللي كتدير هادو سور كوموند، الا بغيتي ديري فيهم الاسم بحال هكا او المهم الا بغيتي تكتبي عليهم شي حاجه، ولا غير بغاها تشري هاد الماس هادو لي فريمون واعرين البنات، واعرين ثقوا بيا عندهم سنينات رقيقين اللي كيبردوا جنون في القصان صراحه، كيبردوا جنون في القصان. المهم راه ال اونت كا امبورت اكسبورت هما اللي كيكونوا اللي عندهم شركه ديال هادشي ديال الماس، عندهم بحال هادو، عندهم اللي بحال هادو اللي عندهم الايد صفراء، عندهم كذلك راه شاركنا معكم بحال هادو ديال الذبيحه اللي فريمون كيبردوا الجنون في القصان ديال اللحم ديال الدجاج ديال كلشي، هادشي كيبردوا الجنون. اللي باغات تكوموندي راه كيصيفطوا راه كلشي، يعني اتصلوا بهم وشوفوا على الله تلاقاو داكشي اللي بغيتو. راه ما تنساوش عيد الفطر دروك وعيد الكبير راه ما بقى له والو، اللي باغات توجد العيد الاضحى ان شاء الله تمشي تكوموندي الماس. صافي البنات هذه غير بغيت نزيدها لكم معلومه بسيطه لداخل، انا راني ما نتخلص عليهم ما حتى شي حاجه، يعني غير ليكم نتوما باش تلاقاو الموس اللي يوالمكم في الكوزينه او السات ديال الماس. كاينين بحال هادو، كاينين اللي غير قصورين هكايا وعندهم هكايا دويره، كاينين بزاف الشكالات، اتصلوا بهم ان شاء الله تصيبوا داكشي اللي غادي تحتاجوا. المهم بديو هنايا بالقصان ديال الفقاس ديالنا، غنجيو هنا حتى من الاول حتى هاد الاول هذا، يعني غادي نتكل غادي نقرم له وغادي نتكل ونجيو تقصوا هنايا الحجم اللي تحتاجوا نتوما. كيف ما قلت لكم يعني الا عندكم الموس اللي كيبرد الجنون راه غادي ما تسيبوش المشكل، واخا تبغيو ديروا الفقاس ديالكم رقيق بزاف في الحجم ديالو. ها نتوما البنات شتو البنات اللي بغيت نوصل لكم، يعني ما تحرموش راسكم وما تحرموش الكوزينه ديالكم بهاد الماس هادو اللي ماضيين. فوالا كاين مرق من هذا محاج انا غادي نديرهم على هاد الحجم، هذه راه غير بغيت نشاركها معكم يعني الموس كيفاش كيقدر يقص. انا غادي نديرهم كاملين على هاد الحجم هذا، اللي مين كنكرموه في الفران راه كيزيد يصغر لنا شي شويه، يعني هذا هو الحجم او القياس اللي غادي نكمل به انايا الفقاس ديالي. ومعلومه اخرى البنات بالنسبه هنا للقصان، حاولوا ما امكن تقصوا فوالا انا غنوري لكم، يعني تمشيو بحال المنشاره البنات غاديين وتقصوه. ها انتم فوالا شتو من فوق، انتم تمشيو الموس ديالكم تمشيو الموس ديالكم حتى تحصلوا حتى تهبطوا لتحت كاع. بغيتو تقصوا الفقاس ديالكم حرف غادي ديرو هكايا تقصوا حرف، بغيتوه يكون صغيور غادي تقصوا هكايا دوي وجات. انا غندير نص نص، غادي ندير شويه هكا وشويه هكا باش نشاركها معاكم كيفاش كيجيو عاوتاني مين نديرو الشكل الدائر. صافي البنات
هانتوما البنات هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم، يعني البودران هذا ديال الفقاس ديالنا بقى ابيض لتحت، هو واخد وقته يعني نص ساعه حتى 40 دقيقه في الطياب على درجه مهيله، ولكن خليوه ابيض يبقى لكم ابيض باش هكايا تسهل عليكم. ومهم هذه هي الطريقه اللي اعتمدت عليها انا اللي كتجيني سهله. صافي البنات غادي نجي نشكل معكم شي وحدين عاوتاني مدورين باش نوري لكم الشكل مين بغاو نديروهم مدورين كيفاش كيجيو. هذه يعني غير باش قديتها وصافي فوالا، حتى مدورين البنات كيجيو زوينين كيجيو صغيورين عاوتاني مين نديروهم مدورين. فوالا شوفوا وشوفوا لاحظوا اللوز اللي معمر فيه، والعمليه اللي خلينا اللوز ديالنا فزك مزيان في المظهر اللي كيزيد يساعدنا باش نقدروا نفوتوا فيه الموس بسهوله. وشوفوا الشكل الدائر عاوتاني كيجي حتى هو جميل. المهم انا هذه غادي نديرها دابا دايره ان شاء الله. فوالا البنات ما غادي نخزن عليكم والو، هادو هما الماس اللي قلت لكم عليهم اللي قصيت بهم ياكم. الكميه ديالي ديال الفقاس خرجت ليا هذا، هو يعني هذا اللي شكل درتو طولي، هادو التالين اللي درتو مدورين، وهذا الصني هذا كامل اللي درتو عاوتاني طول. هانتوما هادو هما جوج صنوات اللي خرج لي ديال الفقاس، يعني حبه عند اختها مزيانين. ها هو غنوريكم يعني كل شيء اللقطات او كل شيء للصراحه ديال الفقاس. ها هو الشكيلات اللي ما خرجوش مزيانين مزيانين، حتى هما غنحمرهم حتى هما غاديين ناكلوهم. هادو فقط للذواقه صافي البنات. اللي كتبغي تذوق في الاول الاخر الحلوه ديالها هادو يتمشاو للذواقه. ها هما يعني هذه يقدر ما فوتش فيها الموس مزيان، يقدر بزاف ديال الاشياء. انا المهم بغيت نشاركها معكم، بغيت نشارك معكم كل شيء كيف ما كنقولوا. يعني هاد الحبات هادو ما صدقوليش مزيانين منهم البنات، حتى البدايه ديال التاليات الاول والتالي ديال كل شيء الفقاس اللي كان عندي، يعني 8 الحبات ديال الاول والتالي. صافي البنات باش ما تقولوش راني نخزن عليكم ولا غادي نقول لكم ديك اللعيبه ديال 100% ما تشيط لكم حبه ما والو. صافي فوالا هادو الحبات اللي قلت لكم تكسر. وهنا عندي الفرتيت كيف ما كنقولوا بالدارجه، او الاشياء اللي بقاو هكايا مفرتين ليا، لا لا كلشي كلشي اللي تفرتت هو هذا. يعني الحمد لله جو سوي كونطونت كيما كنقولوا الحمد لله ما تكسرش بزاف. البنات دابا عندي الفران درجه ديال 160 دوغري 170 دوغري، غادي نخشيو هذا ديالنا الفقاس ديالنا حتى يكرم يبس لنا، يبس 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 يبدا يتحمر لنا ونحيدو. غادي يقدر ياخذ لنا عاوتاني الوقت ديال نص ساعه حتى 40 دقيقه حتى كنحصلوا على القرمشه اللي بغيناها في الفقاس ديالنا. صافي البنات وها هو الشكل اللي شاركته معكم اللي كيجي على شكل مدور، كيجي هكا صغيور. مهم هذا هو الشكل ديالو هكذا صغيور، واللي قصيناه مجموعين على هذا الشكل كيجي عاوتاني بوحدو، اللي كيجي هكا يا حرف مقصوص على الطريقه هذه عاوتاني شتو هانتوما كيجي رقيوك ما شاء الله غزيول مقرمش على حقو طريقو. كانت هذه هي الوصفة ديالي ديال اليوم او الفيديو ديالي ديال اليوم. الا كان عجب لكم خليوها لي عبارة عن دي لايك ديالكم. بالنسبة لدي زابوني جداد ديالنا غادي نقول لهم مرحبا والف مرحبا، وعواشركم بروكة، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.